عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الجزء الثاني من البلانطاسيون بالبروغرام ديال لين دو ريفيرونس. كنا خدمنا في الجزء الاول بميجير، اليوم ان شاء الله غادي نخدموا بالبلونتي باش تشوفوا الطريقه ديال امبلونتي افيك لين دو ريفيرونس كيفاش كتكون دايره. نفس الخدمه اللي درنا ديك النهار لكن فيها بعض التغييرات، اليوم ان شاء الله غادي نطرقوا ليها. نتمنى تستافدوا من الدرس ديال اليوم. حاليا دابا باقيين في لا ميزون ستاسيون، كنديروا لا ميزون ستاسيون. بالنسبه لا ميزون ستاسيون كنتو ديجا شفتوها معنا، ستاسيون ليبر لابور عندنا هي فين كاين البورت مير. دابا غادي نكملوا لا ميزون ستاسيون ديالنا ديال القوه الثانيه اللي غادي ناخذو. سير رضوان. كندير لها البلونطاسيون ديالها باش نشوفوا لي زيكار اللي عطاتنا، دلتا اكس دلتا ايغريك ودلتا زد. كليك دو فوا على الباج باش تشوف لي زيكار اللي كاينين. هما كيما كتشوف لي زيكار اللي عندنا 1 مليمتر 6 مليمتر 3 مليمتر. صافي ياسي، دابا غادي ندوزو للبلونطاسيون ديال هذا اللوغار اللي كتشوفو في هاد القنت هذا. وهذا عندنا حنا لي كوان، وغادي نديرو لابلونطاسيون ديال اللاكس. كندخلو دو بوان، والديكالاج ديال اللاكس هو اللوغار فيه 2.90 متر، يعني غادي نديرو واحد الديكالاج ديال 1.45 متر. هو دابا غادي ناخذ هاد دو بوين كما كتشوفهم 54 و55، هاد دو بوين مع هاد دو بوين، وغادي نديرو الديكالاج ديال لاكس 1.45 متر. الطريقه ديال امبلونتي سير رضوان. كندخلو للبروغرام ديال لون دي ريفيرونس كما شفتو في الفيديو اللي فات، وكدير الرقم ديال لو بوين اونطري، كدير لي ريشيرشي باش تشوفو فين كاين. فوالا هاديك فيزي بغيتي ديرها باش تتاكد من لي كوردوني ديالك. فوالا دابا تنديرو امبلونتي. دير رضوان امبلونتي، دير امبلونتي. بالنسبة للديكالاج اللي غادي نديكاليو حنا، الديكالاج اللي غنديكالي وكتدخل لنا كتجي الديكالي وكدير 1.45 متر. كونتيني. فوالا دابا غادي امبلونتيو اللاكس. سير رضوان. فوالا تنقرا في الدلتا وديما بحال ميزير، بحال الطريقه ديال ميزير، بقات عندنا تما 9 الميلي. ها هي كما كتشوفوا هنا دلتا او 9 الميلي. سير كمل رضوان. بون دابا راه مزيان 3 الميلي ملي بقات فيه ماشي مشكل. غندوزو دابا للبوان الثانيه. أو دابا البوا الثانية كما كتشوفوا باقي خاصة تقريبا 2 سنتيم، غادي نريقلوها. سير عطيه الإشارة، حنا راه تنخدمو غير بالإشارة ماشي بالطالكيور. أو باقي فيها سنتيم. سير، ومن الأحسن البورتمير الطوبوغرافي يعلم البورتمير ديالو يخدم بالإشارات، لأنها كتكون سهلة على الطالكيور. بارسكو الطالكيور كتولي مضارب معاه هو، واش تشد البلون، واش تشد الكالكيلاتريس، واش تشد واش تخدم في ليكرون ديال لاباراي، ماشي بحال الاشاره. كتبقاش عليك داك المشكل ديال الطالكيور، كتبقى شادو بيد. سي بون دابا مزيان اللاكس ديالنا، راه مزيان 2 الميليمتر. وبالنسبه للبلونطاسيون ديال اللاكس بي بونديكولير راه نفس الخدمه بحال بحال. يعني كدير عاوتاني كتدخل لي كوردوني ديال لا ليميت، وكدير الديكالاج اللي عندك ماشي اللاكس بالضروره، اي بوان بغيتي تحطها كدير غير الديكالاج اللي كتكون تعرفو شحال كاين،
وكدير البلونطاسيون ديالها بديل طاو عاديه. دابا غادي نخدموا الماكس لاخر في الكولير. كاينه طريقه اخرى ولكن ما بغيناش ندوخكم بها، تتقراها في دلتا ال، ولكن من بعد ان شاء الله نديروا لها حتى فيديو ديالها. دابا غادي ندخلوا هاد دوكوا ديال لاكس بي بونديكولير ونشوفوا البلونطاسيون ديالها. دابا شنو غندخل 55 56 سير لي بوا عندنا حنا راه ديجا اونروجيستري في لاباري. أبلونتي سير غتمشي لديكالي وكتدخل ميترو 45 ديالك اللي عندك في الديكالاج ديالك. فوالا فيها ميترو فيها فوالا راك كيما كتشوف فيها سنتيمونت اللي خاصها تزاد. ملي كتبغي تزيد دائما كتمشي مع الجيزمو على اليمين، يعني دخلتي لو بوان ديالك كتوقف وكديرهم قدامك على اليسار، وديما الى عندك بحال مثلا 2 سنتيم خاصك تمشي لهي، يعني كتزيد على اليمين ديالك في الجيزمو. بون دابا راه بقات فيها 8 ملين. مزيان دير طاو 1 مليمتر مزيانة. هادي هي البلاصة اللي درنا فيها البلونطاسيون ديال لي زاكس اللي كنا كنشوفو دابا، هي هادي هو الروكار اللي غادي يكون عندنا هنا. هادو هما لي شوت لارك اللي شفتو معنا في البلون، هو هذا مازال الخدمة فيه. بالنسبة لهداك لارك اللي شفتو معنا كنا درنا لي تراساج ديالو في الأرض، كيتخدم هو في الأرض عاد كيطلع يتكولا تما باش يبقى داك الاسباس فيد ديالو. غنشوف الى باقي التراسي في الارض ما تمحاش لينا، غادي نمشيو نشوفو الى كان باقي في الارض، نشوفو كيفاش التراسي كيتخدم في الارض. فابريكاسيون ديالو ديال داك الكوفراج كتكون في الارض. هاهو باقي كاين، هاهو هما لي بوان ديالو، ها لي بوان اللي حاطين حنا هما هما هادو كنا تنحطو ليه لي بوان هنا. هو شافتي تراسي بالكورديكس اللي كتبان لكم حمرا راه مبقاتش كتبان مزيان. فوالا هو فين جاي فين تسال لي بوان داري فيديو تيتخدم هنا، عاد تيدار ليه كولاج سير تيرا كيما كتشوفو راه في الليل. فوالا كيما تيبان لكم تما. نتمنى انه يعجبكم هاد الفلوق ديال اليوم اللي شفتو معنا فيه الجزء الثاني ديال لين دو ريفيرونس افيك بلونتي، وشفتو معنا حتى الخدمة كيفاش دايرة عندنا هنايا في الشونتي. يعني قربنا منكم الشونتي، حاولنا ان ندخلو عندكم لي كلاس ديالكم وحتى البيوت ديالكم. كنتمنى ان تكونوا كتستافدوا من هذه القناه، وما تنساوش تشاركوا فيها ودعموا الفيديوهات ديالي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.